مصر الحقيقة بتستعيد كل يوم قوتها ريادتها بفضل ربنا سبحانه وتعالى أولا، وأكيد ولادها الجدعان المخلصين اللي دايما بيكونوا واقفين جنب بلدهم في كل تحدي، كل تحدي وكل أزمة بتعدي على مصر أو بنتعرض ليها. بفضل ربنا سبحانه وتعالى بننتصر عليها وبنعديها، بفضل ربنا سبحانه وتعالى تاني، وبفضل كل مصري شريف بيخاف على بلده. كل واحد بيشتغل عشان يحافظ على كل خطوة بنعديها وكل إنجاز بنبنيه في الست سنين الأخيرة. خلينا نرجع انه خلال هذه الست سنوات ومن اول تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم وتحمله مسؤوليه كبيره جدا، لانه انت كنت بتحاول انك تطلع بمصر في مكان تاني خالص بعد هذه السقطه او الوقعه اللي حصلت في تاريخ مصر وما حدث بقى اقتصاديا وتنمويا ومن كل شيء يعني، لرؤيه عشان نبني مصر جديده وقويه ومتقدمه. قبل كل ده واحنا بنتكلم على بنى الإنسان المصري كجزء من استراتيجية الدولة في البناء والتنمية، المواطن المصري هو فيها رقم واحد. ولما يجي نبص المواطن المصري بنتكلم على جميع فئات المجتمع، بس بيكون في المقدمة المواطن اللي هو محدودي الدخل أو البسطاء أو الأكثر احتياجاً، وده موجود في كل دولة. إزاي أن أنت تغير الاستراتيجية، إزاي أن أنت تغير حياة الناس، إزاي أنه تنقل أي مواطن عايش في منطقة بتعاني من مشاكل أو من أزمات تنقله نقلة تانية، تنقل حياته كلها. أكيد لما البيئة بتتغير، أكيد إحنا دايماً كان يقولك علماء الاجتماع كده يقولك الشخص أو الإنسان وليد بيئته، وليد المجتمع اللي هو عاش فيه. لما ده كله بيتغير أو إن أنا بلاقي نفسي في بيئة تانية، جو نظيف، سلوك مختلف متحضر، مدارس، ألا عندي رعاية صحية ولا عندي أمن، كل ده كل ده بيغير في بنى الشخصية وبنى الإنسان. أكيد ما تجيبليش الطفل اللي هو كان قاعد، أنا مش قصدي إن أنا أقلل من حد عشان الناس تفهمني بس صح، لكن ما تجيبليش الطفل اللي هو كان عايش في أحوال معيشية صعبة مثلا في الدويقة ولا في تل العقارب ولا في منشية ناصر وتقارنه بطفل هيطلع ويبقى عايش في حي زي الأسمرات. عشان كده احنا بنشوف انه الرئيس طول الوقت حريص على انه الاحوال المعيشيه تكون افضل، على انه اللي احنا كل ده اللي بنتكلم فيه هو حق المواطن على الدوله، فالمواطن ياخد حقه بكرامه وراسه مرفوعه لان ده حقه. زي ما مصر ليها حق علينا، ولادها كمان ليهم حقوق عندها. ده كله بالمناسبه ما بيتحققش الا لما بتكون في دوله قويه، عندها اقتصاد قوي، عندها ميزانية كويسة، عندها مشروعات تصرف على البنية التحتية اللي انت بتتكلم عليها، عندها استثمارات تجيب لها فلوس، فأنا أغير الظروف المعيشية للمواطنين. عشان كده احنا بنتكلم على ان يكون في بداية النهضة الحقيقية في مصر اللي الحمد لله رب العالمين مستمرة لحد دلوقتي. طول ما احنا مع بعض، طول ما احنا بنرفض كل ما بيحصل أي دعوات للتخريب أو نشر الفوضى بنرفضها، لأن دي طبيعتنا، طبيعتنا إن إحنا ما بنقومش ولا بننتفض إلا لما بيكون عندنا إحساس بالخطر الحقيقي زي ما حصل في 2013. غير كده مفيش، غير كده ممكن تلاقينا بنسعى زي إن إحنا نطور حياتنا للأفضل. مفيش برضو مواطن فينا بيقبل إنه كلمة تتقال على بلده بسوء أو يقبل إساءة ليها بأي حال من الأحوال. عشان كده طول ما إحنا إن شاء الله بإذن الله مع بعض، وانا بتكلم مع بعض كل فئات المجتمع المصري، بتكلم القياده السياسيه، بنتكلم جميع المصريين، بنتكلم كل مؤسسات الدوله عشان نعدي هذه المرحله. اللي ما بيشوفش التغيير اللي بيحصل على ارض مصر يقول لنا. انا مع حضراتكم على فكره، مستعده ان حد يقول لي لا والله انا ما شفتش تغيير في البلد دي، فانا اقول لك تعالى نتكلم. لكن لما يبقى التغيير مرئي بالنسبه لنا، اكيد كلنا بنطمح لأحسن من كده. بالمناسبة المرحلة أو الرحلة بدأت بس لسه ما انتهتش. كل اللي احنا بنتمناه إن احنا نكمله مع بعض، نشوف خير كبير لينا في مصر ولولادنا طول ما احنا محافظين على استقرار بلدنا، طول ما احنا حاطين إيدينا في إيدين بعض. ربنا إن شاء الله بإذن الله عمره ما هيخذلنا وهيقف جنب مصر طول ما فيها أمل وعمل، طول ما الاستقرار موجود، طول ما الشغل مستمر على الأرض. محدش هيقدر علينا ولا يمس أي مصري بسوء، لأن احنا الحمد لله رب العالمين
كلنا كيان واحد. ربنا يا رب يحفظ مصر ويحفظ كل أولادها، يحفظ يا رب كل المصريين في كل مكان.